أعتقد أن مثل هذا النموذج من الشبيبات يجب أن تدعمه الدولة بكافة الإمكانيات. اليوم نحن أمام يعني جوج ديال الخيارات، إما والخطاب جلالة الملك الأخير والإشارة إلى الشباب خطاب وجيه، اليوم أمام مشاريع شبابية التي تنتج لنا منتوج شبابي، يعني شباب مواطني ملكي ملتزم بالتمغربيات ديالو بالقيم ديالو، مناضل يعني ينخرط في الديناميكية اللي كيعرفها المغرب، في المشروع الحضاري اللي كيقوده جلالة الملك، لا تسيب ولا تطرف. هذا هو الخيار اللي احنا محتاجين له، وهذا الخيار وهذا النموذج خط نفس فيه جميع المنظمات الشبابية. وإما نحن أمام خيار آخر هو التسيب، هو الإجرام، هو الإرهاب، هو المخدرات، هو الضياع. إذا عندنا جوج ديال 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 النماذج. اليوم تيخصنا نشجعوا المنظمات الشبابية باش يمكن لهم يأسوا لهذا النموذج اللي استقطب لنا الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف. أكيد أنني سعيد باش نشوف الشبيبة ديالنا الحمد لله من لا شيء وصلت في هذا الوقت الوجيز الحمد لله 10 سنوات يعني أو 12 سنة وصلت إلى هذا النموذج يعني ديال تأطير الشباب المغربي، ديال تقديم هذا النموذج الحمد لله يعتزوا بتوابيت البلاد ديالو والمقدسات واللي كينخرط في المعركة ديال الإصلاح وفي هذا النهوض الحضاري. فلا يمكن إلا أن أكون سعيد بهذا المنتوج، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا هذه الأيام كنسول الإخوان المنظمات الشبابية الأخرى الوطنية، فكذلك هي كتقوم بواحد العدد ديال الأنشطة. هذا الشيء اللي خصك، هذه الحركية، هذه الحيوية، هذه الحياة في مصلحة المغرب. وأي واحد كيفكر لمحاصرة هذه الأنشطة أو كيفكر باش يقلل منها أو كيفكر باش يديرها العراقيل، إنه يخدم ضد الوطن وليس لمصلحة الوطن.